في سبعينات القرن الماضي أصيب أحد كبار التجار بسرطان قاتل، ولم يكن في تلك الفترة علاج في بلادنا لهذا المرض، فسرعان ما رحل إلى أمريكا ليجد علاجا للمرض. هناك بعد أن أجريت له التحاليل الطبية والصور الشعاعية، أخبره طبيبه أنه لا فائدة ترجى من معالجته لمرض السرطان، فقد استشرى في جسده. ونصحه الطبيب أن يعود إلى بلاده ليموت فيها بين أهله وأحبابه، وأنه لم يبق من عمره سوى شهر واحد. الرجل استسلم للقضاء وعاد إلى دمشق. قصة حقيقية، وكان قد مضى من شهره ثلثاه، وجلس ينتظر حتفه المنتظر. في يوم ماطر ضاق صدره في بيته، فخرج إلى الشارع ومشى هائما على وجهه حتى تعب، فلجأ إلى قارعة الرصيف وجلس ليرتاح. على نفس الرصيف كانت هناك صبية ومعها شاب يعلك المسك ويتمايل ويظهر أنه ثري. سمعها التاجر وهي تحاور الشاب على جسدها تبيع نفسها، وسمعها تقول إن صاحب البيت طردها لعدم دفعها الأجرة هي وأولادها إلى خرابة بجوار بيتها، وأنها تحتاج إلى قليل من المال وقليل من الخبز. راحت تساومه على جسدها وهو يأبى أن يدفع ما طلبته من مال، ثم لم ترضى أن تبيع نفسها بثمن بخس فتركها ومضى. التاجر اقترب من هذه الصبية وقال لها: ما قصتك؟ سامحيني، فقد سمعتكما وأنتما تتحدثان، أخبريني لماذا تبيعين نفسك بهذا الفعل المبشين؟ قالت له: أنا لا أهل لي، وزوجي سجين، ولم أعد أستطع دفع أجرة البيت ولا السمان ولا اللحام، وطردني صاحب البيت من بيته، ووالله أول مرة ألجأ إلى بيع نفسي وما تم البيع. فقال لها التاجر: ماذا تقدمين لي إذا كفيتك مؤونتك وحاجتك أنت وأولادك؟ قالت: ما تريد؟ قال: أن تعاهديني على ألا تبيعي نفسك مرة ثانية، وأنا أتكفل بأولادي. فقالت: طبعا أوافق، ولقد أرسلك الله إليه في الوقت المحتاجة إليه. أخذ العنوان ومضى إلى البيت وأخذ قبضة من المال
وركب سيارته وراح واشترى حاجيات لهذه المرأة واتصل بصاحب البيت ودفع له أجرة البيت القديمة وثلاث سنوات إلى الأمام، وحاسب اللحام وحاسب السمان وقال لها سوف أدفع لك معاشا شهريا يأتيك كل أول شهر أنت وأولادك الخمسة، وذهب إلى بيته وكتب وصية لأولاده أنه إذا مات يقدمون لها راتبا شهريا هي وأولادها الخمسة. ومضى الشهر ولم يمت الرجل، وكان كل شهر يقدم لها مؤونتها وراتبها شهر وراء شهر وسنة وراء سنة حتى مضى 20 عاما. ثم في يوم من الأيام قام يصلي الصبح وخر ساجدا فمات وهو ساجد. بعد أيام العزاء فتح الأولاد صندوق المال فوجدوا الوصية، قالوا لقد تأخرنا على المرأة على الصبية 7 أيام، وأسرع وأخذ الراتب كبيرهم وأسرع إلى العنوان وطرق الباب، فخرجت امرأة ظن أنها ستكون صبية، قدم لها المال وقال لها نعتذر عن التأخير وهذا راتبك الشهر. فدمعت عينا الفتاة المرأة وقالت أشكركم من كل قلبي، وقل لأبيك إننا أصبحنا غير محتاجين لهذا المال، فلقد قبض ابني أول راتب له منذ 7 أيام. فدمعت عينا الولد وقال بركة بحياتي، والدي قد رحل إلى الله منذ 7 أيام. فقالت له سأبقى أدعو له ما حييت. يا شباب، هكذا هي المتاجرة مع الله. لاحظوا أن الله أخر أجله حتى ينفق على هذه المرأة، فلما انتهت نفقتها جاءه أجله. لاحظوا كيف أن الصدقة طولت بعمر الرجل وأوقفت مرض السرطان. هل تصدقون رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك. قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. الصدقة، النبي قال تدفع 70 نوعا من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الطبراني في الأوسط صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ويقول عند في مجمع الزوائد بادروا أو باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. ألا تذكرون قول الله في كتابه وما تنفقوا من خير يوفى إليكم؟ عافية، رزق، صرف بلاء، عطاء غير محدود من الله تبارك وتعالى. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم،
سورة البقرة 272، وتذكروا قول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، سورة المدثر الآية 20. اللهم أعط منفقا خلفا، واجبر كسر المحتاجين. يا إخوان، تصدقوا في هذه الأيام، فإن الناس في حاجة وفقر وشدة وبلاء، والله عز وجل يعوض عليكم كما سمعتم واقع هذه القصة الحقيقية. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مع المسلمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة الفاتحة.